قصة قصيرة لزكريا تامر بعنوان خضراء. وقفت المرأة في الحديقة، يطل عليها من الأعالي قمر من حجر أصفر، وكانت قدماها اللتان تطأان التراب عاريتين، وتناهى إلى سمعها غناء خشن نائم، فأحنت رأسها بانكسار، وكان الخوف في تلك اللحظة طيرا أبيضا مذبوح العنق. وارتجف جسد المرأة واغرورقت عيناها بالدموع، وابتدأ لحمها يتصلب شيئا فشيئا، ونمت جذور في باطن قدميها، وشقت التراب الجاف وراحت تتغلغل فيه، بينما كانت المرأة لا تزال تبكي منكسة الرأس. وبغتة ندت عن المرأة صرخة ذعر خافتة، ورفعت ذراعيها إلى أعلى محاولة التخلص من التراب، غير أن ذراعيها تيبستا وبقيتا مرفوعتين، وتمايل الجسد يمنة ويسرة، ونضبت دموع العينين رويدا رويدا، وتحول اللحم إلى خشب اكتسى بقشرة متشققة. وأقبل الشتاء فيما بعد، وغسلت أمطاره المرأة المثبتة في التراب، ثم أتى الربيع فبدأت تنبت أوراق خضر صغيرة في ذراعي المرأة وشعرها، ثم ما لبث أن انبثق زهر كثير. وسطعت شمس الصيف على الحديقة، وعندئذ أقبل صاحب الحديقة وكان رجلا هرما، فألف أشجار التفاح في حديقته مثقلة الأغصان بالثمار عدا شجرة واحدة لم يتحول زهرها إلى تفاح، فاستاء منها وسارع إلى إحضار فأسه، وراح يهوي بها على جذع الشجرة، وتوالت ضرباته حتى سقطت الشجرة على الأرض ميتة.